اهلا بيكم يا باشمهندسين. النهارده معانا على المحاضره السادسه من الموضوع بتاع النمبر ريبريزنتيشن، الديسيمال نمبر ريبريزنتيشن في الكمبيوتر سيستم. زي ما احنا سألنا الموضوع دلوقتي هنتكلم عن النيجيشن والانكريمنت والكومبلمنت. ايه يا سيدي الحكايه؟ الحكايه وما فيها لما اقول لك الكومبلمنت بتاع رقم. احنا اتفقنا ان الكومبلمنت بتاع رقم لا يكفي. لو انت عندك مثلا رقم 5 وعايز تجيب نيجاتيف 5، هتجيب التوز كومبلمنت ازاي؟ هتانفرت كل بيت وتقاد واحد. طيب لو انت جيت قلت الكومبلمنت بتاع الرقم، النيجاتيف بتاع الرقم، حسب المعادلة دي ان التوس كومبلمنت رقم النيجاتيف عبارة عن، قلت لك انفرت كل البيتس يعني كومبلمنت للرقم واجمع واحد. الله، ما ده الماثيماتيكال موديل، ماثيماتيكال موديل بتاع اللي انا لسه قايله دلوقتي بالبلدي، اللي هو الرقم النيجاتيف عبارة عن الكومبلمنت بتاع الاكس واجمع عليها واحد يديك الرقم النيجاتيف. ويقول لك ايه؟ اكس بلس كومبلمنت اكس اللي هي وعكسها يديك نيجاتيف واحد. ليه؟ الرقم لو هو واحد صفر واحد واحد عكسه بكام؟ صفر واحد صفر صفر. تيجي تجمعهم دول يطلع لك اربعة وحاجة. الاربعة وحاجة دول بكام؟ بنيجاتيف واحد. اصغر اكبر رقم نيجاتيف اللي بعد الصفر على طول. لسه هنكمل كلامنا ما بين الكومبلمنت والانكريمنت، وما قلتش لسه معجزه. لو عندك الاكس برقم اهو هيكسا ديسيمال ورقم الباينري بتاعه، الكومبلمنت هو شقلبة كل الوحايد بصفار، الكومبلمنت بلس واحد يبقى هتخلي تجمع على اخر بيت واحد، الناتج ده هو نيجاتيف الرقم اكس. تعالوا نجربها. لو انت داخل بصفار كومبلمنتها بوحايد، لو جمعت عليها واحد بصفر، نيجاتيف صفر بصفر. ناخده اكزامبل شورت انتجر اكس وواي وزد. هندخل الاكس يعمل الواي كومبلمنت الاكس والزد اكس بلس واي ونشوف. هندخل اكس واحد اتنين تلاته اربعه، هحول الرقم هيكس ديسمال زيرو اربعه دي اتنين، وده الرقم الباينري بتاعها. هيجيب الكومبلمنت بتاعه، الكومبلمنت بتاعه هو عبارة عن الرقم النيجاتيف ناقص واحد زائد واحد، يعني 1234 نيجاتيف بتاعها كام؟ 1234. مش نيجاتيف واحد. ليه؟ علشان يبقى النيجاتيف ده هتجمع عليها واحد هتبقى نيجاتيف 134، وهو المطلوب منك اثباته. دلوقتي هنتكلم عن الاوبريشنز اللي على انواع الانتجرز المختلفة. اول حاجة unsigned addition. يعني ايه unsigned؟ عندك unsigned character، عندك unsigned integer، البيتس كلها محجوزة للويت. بيت وايز addition 1 plus 1 with carry 1 with loss with carry. طب لو حصل overflow، هو لو عندك W و W رقمين الويتس بتاعهم W، الناتج هيتحط في W بلس واحد، لازم في كاري، بيسموه كاري مش اوفر فلو، خلي بالك بيسموه كاري. الكاري ده ملهوش قيمة عندي، اعمله ديسكاردنج. ليه؟ بالمنطق كده انت بتعرف كاركتر 1 بايت 256 من 0 ل 255، لو طلعت الناتج 256 تعمل فيه ايه؟ الكاري يطير، البيت التاسع ما يطير. طب ايه اللي بيحصل؟ بتحصل حاجة اسمها موديولو اديشن، هنشوفها دلوقتي في السلايد الجاي. يبقى زي ما اتفقنا هنجرور الكاري الجاي الكاري اوت، وبالتالي فإن عملية الاديشن بتاعة تو unsigned انتجر، والله لو النتيجة بتاعتك أصغر من 2 زبار في دبليو فالمجموع عادي يو بلس في، لو أكبر من اطرح منهم 2 زبار في دبليو
يعني هتاخد مودولس 2 to the power of w. الفيجواليزيشن بتاع الانتجر اديشن كبني ادمين ماثيماتيكالي، لو احنا اتبصينا على رقم، الرقم ده 4 بيتس، فيبقى الرينج اليو هديله اللي هو الاكس من 0 ل 15، الفي هديله الواي من 0 ل 15. طب لما تيجي تجمع الزد هو المجموع، المجموع عندك هيبقى كام؟ من 0 ل 32. طب ده كام؟ ده محتاج دبليو بلس 1، يعني ده داخل بدبليو وده داخل بدبليو، النتيجة تتحط في دبليو بلس 1 بت، ده لو ماثيماتيكال اديشن. فبالتالي 15 بلس 15 بكام؟ ب 30. بص اهو 30 اكبر رقم عندي. في بعد كده؟ لا مفيش. طيب ده هو اللي انا كنت بتكلم عليه دلوقتي. طب الكمبيوتر سيستم بيتعامل مع الاديشن ازاي؟ لا ده يخلاله بلاد بقى. بص يا سيدي، هي فكرة الكمبيوتر سيستم ان هو مش هيقدر يستلف ميموري من حد. انت عملت فاريبل جديد طول 4 بيتس، خلاص انت تستحمل مسؤولية نفسك، هتجمع رقم 4 بيت مع رقم 4 بيت، النتيجة لازم تطلع في رقم 4 بيت. طب والكاري؟ ما عرفكش. فعشان كده هياخد حاجة اسمها موديولو اديشن. الموديولو اديشن لو النتيجة اكبر من 2 تو باور اوف دبليو، يطرح منها 2 تو باور اوف دبليو زي ما اتفقنا. فهيحصل ايه؟ هيحصل رابنج اوف. طب تعالى معايا، اليو هو الاكس اكسس من 0 ل 15، الفي هو الصفر اكس اكسس الواي اكسس من 0 ل 15. في اختلاف؟ مفيش اختلاف. طالما ان مجموع الرقمين اصغر من 2 تو باور اوف دبليو اللي هو كام؟ 16، اللي هو الخانه اللي فوق دي. طالما ان النتيجه بتاعتك less than 15، فانت عمال تزيد، الهرم عمال يكبر اهو زي هرم زوسر. اول ما يحصل كاري ينزل على طول يجيب الصفر. ايه ده؟ مودولار سم. تعال نجرب. بص هنجرب صفر واحد واحد صفر بلس صفر صفر واحد. واحد 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 صفر، الرقم ده بكام؟ ب7. عسل أوي. طب بص معايا الرقم اللي جاي ده، واحد 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 صفر بس صفر 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 واحد، النتيجة بتاعتك بأربعة وحيد أهو، الرقم الأخراني ده، واحد اتنين أربعة تمانية، يبقى 14. بلس واحد. طيب لو جيت قلت 15 بلس واحد، 15 واحد اتنين تلاتة اربعة بلس واحد، 15 بلس واحد طلع ايه؟ طلع بصفر. شايف اللي انا بشاور عليه ده؟ جيت ازاي الصفر دي؟ واحد بقى صفر ومعانا الواحد، صفر ومعانا الواحد، صفر ومعانا الواحد، صفر والكاري. اوعى تغلط غلطة اللي قالك ان الميموري هتكبر لوحدها، ابدا نيفر. البيت اللي يطلع ولا كأنه مظبوط، ترجع للصفر تاني وتطلع تزيد. ده الفيجواليزيشن بتاع ال ايه؟ الانسايند اديشن. طيب عظمه قوي ده، ماشي. طب لو عملنا توس كومبلمنت اديشن، تجمع ارقام نيجاتيف، يا سيدي هي هي والله ولا تفرق، الكاري ديسكارد. طب النتيجة بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ حسب ما تطلع. يعني اس و تي و يو في انتجر، هتجمع يو في از انسايند وتعمل كاستنج بسايند انتجر ولا اي حاجة. The sum required w plus 1، هنضرب الموست سيجنفيكانت بيت وهنتريت التوس كومبلمنت عادي خالص ونشوف النتيجة بتاعتك. بص بقى نيجاتيف، والجميل انها هتطلع اريثماتيكالي مظبوطة طالما ان مجموع الاتنين ايه؟ في الحدود المتاحة.
التوس كومبلمنت اديشن الفيجواليزيشن بتاعنا لو هم 4 بيتس، فالرينج بتاعنا من بص في 7 نيجاتيف 8، وفي النص ان هو الزيرو، وفي نص البتاع ان هو برضه هو الزيرو. لو انت عندك السمشن بتاعك اصغر من 2 زبار في دبليو ناقص 1، يبقى الرقم الناتج هيبقى على طول نيجاتيف. لو هو اصغر من نيجاتيف 2 زبار في دبليو ناقص 1، فالناتج عندك هيبقى بوزيتيف، هتتشقلب، فهيحصل 2 راب اوفر زي ما احنا شايفين كده في الكيرف بتاعنا. هناخد اكزامبل 7، هندخل يو وفي، هيجمع التي ويعمل كاستنج انتجر من انسايند، هيعمل كاستنج انسايند وانسايند ويعمل كاستنج انتجر. بعد كده هيحط واحد بص في واحد نيجاتيف ويعمل نفس الحكاية. بعد كده هياخد unsigned u و unsigned v ونعمل casting بانتجر واحد منهم ايه نيجاتيف. المهم يعني لما هنيجي نرن الكلام ده هيطلع لنا الاوتبوت اللي احنا كنا متوقعينه. What about multiplication of c؟ لو انت داخل برقم ويتس بتاعه W والرقم الويتس بتاعه V، فالنتيجة بتاعتك سوري W و U الويتس بتاعهم W، U V الويتس بتاعهم W، فالناتج بتاعتك 2 W على طول، محتاج 2 W بت. ودي ليها طريقة خاصة خالص في التعامل معاها مع الماشين كود، هنتعرف عليها ان شاء الله بالتفصيل في الشابتر الجاي اللي هو بتاع الماشين ليفل بروجرامينج. طبعا زي ما انتم شايفين ان الناتج ملوش اشارة وبيشتغل بكونسبت المودولار اريتماتيك. بناخد مودولار 2 سبار اوف دبليو. هناخد بعد كده الساين مالتيبليكيشن. والله ولا الموضوع برضو فارق معايا، النتيجه بتاعتنا 2 دبليو، وعشان يفضل في نفس الميموري سايز هتاخد مود 2 سبار اوف دبليو. طب الرقم بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ اتس نوت يعني clear depend على الأرقام اللي داخل. هناخد example 22 و23 نضربهم في بعض ونطلع النتيجة بتاعتنا، مرة as a character signed character، مرة an unsigned character، short integer و unsigned short integer، ونطبع كلهم. تعال نشوف النتيجة. هنضرب 22 في 23، طلعت النتيجة بنيجاتيف 6 كده، 5 6 7 افات ايه. طب لو انت عملت كاستنج بان سايند كاركتر يبقى النتيجه بتاعتك دول كده، دول كده بكام؟ دول ب 250 واف ايه. طيب لو جيت عملت سايند انتجر، ضربية الساين انتجر، ساعتها مش هيحصل مودولار بقى ويطلع لك الرقم من نيجاتيف، ساعتها اكسباند براحته، وساعتها هيبقى النتيجة بتاعتك فوق ال 256 أو فوق ال 255 وهكذا بالنسبة للساين انتجر كده. طب وات اباوت باور اوف 2؟ سهلة، ما انت كأنك بتضرب الرقمين في بعض، فانت محتاج 2 دبليو. طب انا ما عنديش رفاهية ال 2 دبليو، خد مود 2 دبليو وريح دماغك. يبقى انت كده وصلت للايه؟ لو اليو تو ذا باور اوف كي، باور اوف مالتيبليكيشن اوف شيفت 2 ذا باور اوف كي، فالنتيجه بتاعتك بوث سايند اون سايند، فالنتيجه بتاعتك يا سيدي هتبقى عدد البيتس الدبليو بلس الكي الاولاني مع التاني. طبعا هنديسكارد ما فوق الدبليو ونكتفي بالباقي، وده هنشوفه في الاكزامبل. هنتست دلوقتي عملية الملتبليكيشن الباور اوف 2 يعني. فانا اول مرة ملتبلاي باي 8 هضرب في 8 الرقم واطبعه لك، ثم اعمل شيفت ليفت في 3. شيفت ليفت في 3 كأنك هتضرب في 2، ادي شيفت ليفت مرة،
كمان مرة في اتنين، كمان مرة في اتنين، يعني اتنين to the power of تلاتة، تلاتة position يعني بتمانية. تعالوا نجرب كده، هيطلع لك النتيجة 248. بس خلي بالك أنا باتئ بكاركتر ثم بحط النتيجة في signed integer، signed integer، وطبعا ال signed integer ده ساعة 32,000 وشوية فكة يعني، فاحنا كده في السليم. فناخد مثلا اول مثال اليو اللي هو اي رقم فاريبل في الدنيا هضربه في 8، والعملية الضرب ما هي الا عملية الضرب هي عبارة عن الليفت شيفت. طيب هبتدي احط الاتنين تو ذا باور اوف 0 1 2، يبقى احطهم على جنب كده 1 2 4 8 16، وابتدي افكر الله ال 8 موجودة اهي، يبقى هي يو مضروبة في 2 تو ذا باور اوف 3، يعني يو ليفت شيفت التلاتة بسهولة كده، بسهولة كده ماشي الحال. طيب عايز ايه تاني؟ خلينا نشوف حاجة أصعب شوية. هقول لك إن أنا عندي يو تايمز 24، حط كده 2 تو ذا باور اوف و 0 1 2 4 8 16 32. ال 24 دي مش باور اوف حاجة، يعني مش 2 تو ذا باور اوف حاجة، ففكها بمدلولية حاجات من دول. أول حاجة هفكر فيها 16 و8، 16 بلس 8 صح، واروح موزع اليو عليهم، يبقى يو تايمز 16 زائد يو تايمز 8، فهتبقى يو تايمز 2 تو ذا باور اوف 4، 6 يبقى 4، زائد يو تايمز 2 تو ذا باور اوف 3، يبقى يو ليفت شيفت 4 زائد يو ليفت شيفت، العكس معلش، ليفت شيفت بي 3. فانا قدرت افكها بثلاث عمليات، اتنين لوجيك وواحد اريثماتيك، اتنين شيفت وواحد اريثماتيك، واخدين بالكم؟ دي هتدينا 24. في ورك اراوند تاني، يعني برضو ال 24 دي يو تايمز 24 اقدر افكها برضو 1 2 4 8 16 32، اقدر اقول عليها انها 32 ناقص 8، يعني اقدر افكها بانها 32 نيجاتيف 8. ممكن البوستر والنيجاتيف عادي لانها بتستخدم ماشين سايكل واحده بس. تي 32 يو تايمز 32 ناقص يو تايمز 8 يبقى يو في 2 تو ذا باور اوف 5 ناقص يو تايمز 2 تو ذا باور اوف 3، يعني كاني هقول لك يو ليفت شيفت ليفت شيفت 5 ناقص يو ليفت شيفت 3، ده هيدينا النتيجه المنطقيه اللي انت منتظرها. وانا كده قدرت احل بقى بالكومباينيشن دي، احل كل مشاكل الاريثماتيك الاديشن المالتيبليكيشن، هعملها كلها شيفتات واديشن او شيفتات واديشن او سبتراكشن. تعالوا ناخدوا الاكزامبل ده يا شباب ونفكر فيه سوا. يقول لك انت عندك عاوز تعمل مالتبلاي اكس، ده مالتبلاي وهو مديك في الكي، والكي مديها لك شوية ارقام، ويقول لك هو 2 شيفت واحد اديشن سب، حلها بقى وريني شطارتك. اول حاجة الستة دي هجيبها بمدلولية ايه؟ 2 تصبعه في حاجة، رصهم قدامك وابتدي استنتج. 1 2 4 8 16 32 64 ماشي. تعالوا كده نفكر فيها واحدة واحدة. أول حاجة الستة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن 4 بلس 2، 4 بلس 2، 4 دي 2 تو ذا باور أوف 2 وال 2 دي 2 تو ذا باور أوف 1، يبقى هي عبارة عن إكس شيفت واحدة شمال ب 2 وإكس شيفت واحدة شمال بواحد، والاتنين ايه؟ مجموعين على بعض. ادي السوليوشن بتاع الاكزامبل الغريب اللي هو قايل عليه. خلينا نجرب المثال اللي بعد كده 31، 1 2 4 8 16 32.
اول فكره هفكر فيها 31 عباره عن 32 ناقص 1. الله حلوه اهي. طب 32 دي عباره عن ايه؟ تو ذا باور اوف 5 يبقى اكس ليفت شيفت 5، خلصنا منها. طب ناقص 1، 1 دي معناها مش 1 صحيح يعني لانها مضروبه في الاكس، يبقى مطروحه من الاكس نفسها لان انا موزع الاكس على القوس ده كله. 32 نيجاتيف 1 يبقى اكس 32 تايمز 32 يبقى ليفت شيفت، اكس لوحدها يبقى مطروحه من الاكس نفسها. طيب لو جينا نشوف نيجاتيف 6، هفك نيجاتيف 6 ديت بأقواس كده عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه 2 ناقص 8 2 ناقص 8 صح؟ تجيب لك نيجاتيف 6. يعني عشان تجيب النيجاتيف ديت هفكر فيها بانها ايه؟ واخد لي بالك؟ انها رقم صغير ناقص رقم كبير. طيب 2 دي عباره عن ايه؟ يبقى اكس ليفت شيفت 2 يبقى 1 ناقص اكس ليفت شيفت 8 3. سهل جدا. 55 عباره عن ايه؟ عباره عن 64، 64 نيجاتيف ناقص 8 ناقص 1، 64 ناقص 9 بتساوي 55. يبقى دي هفكها كالاتي بقى، اكس 64 دي عباره عن ليفت شيفت كام خانه؟ 6 خانات، ناقص اكس ليفت شيفت 3 خانات ناقص اكس. بس وهو المطلوب. وده كان اخر يعني جزئية عندنا في ما فيش اي مشكلة. unsigned power of 2 divided with shift، ازاي بقسم على الاثنين باستخدام الشيفتات؟ بسيطة جدا. لو انت بتعمل right shift it's a logical shift، لو انت بتعمل right shift فانك بتقسم على اثنين. طب السؤال، لو هو unsigned يبقى logical shift ما فيش لا نيجاتيفيتي ولا بتاع. طب لو هو سايند يبقى هتحافظ على الإشارة زي ما اتفقنا في المحاضرة اللي فاتت بالظبط. تعالوا نجرب. عندك 1515213 لما عملت رايت شيفت باتنين بواحد كأنك قسمت على اتنين، كمان اتنين كمان واحد قسمت على أربعة، كمان واحد قسمت على تمانية. ده هو الاكزامبل اللي احنا هنشوفه، اكزامبل رقم 9 ديف باي 8 ثم رايت شيفت ب 3. اتفقنا طالما انت داخل ب رقم unsigned فدايما بتعمل لوجيك شيفت. شكرا جزيلا يا شباب، اتمنى تكون المحاضره تكون سهله وبسيطه واستوعبتوا كل الكلام اللي فيها. المره الجايه ان شاء الله عندنا محاضره، عندنا ميد ترم الاسبوع الجاي. تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح. هتلاقوا في سامبل اكزام نزل ب 15 درجة تقريبا، طبعا الميد تيرم هيبقى أطول سنة ب 20 درجة في حوالي ساعة ونص، بنفس النسق بتاع الاكزامبلز اللي موجودة في التيست اكزام. عايز أناونس برضو وهأناونس في المحاضرة عن الـ student activity أو البروجكت بتاع السمستر بروجكت بتاعنا. احنا كنا متعودين ان السمستر بروجكت عبارة عن research في احدى التوبكس اللي بنطرحها، فالسنة دي هيبقى research بوستر بيبر بيتعمل ممكن يشترك فيها 3 طلبة، او هنعمل تراكات competition باستخدام الـ embedded systems. اشهر بورد اللي هي الاردوينو، التراك الاولاني هنزل لكم برزنتيشن منفصل ان شاء الله، يعني فيديو منفصل فوق عنه. التراك الاولاني هو اللاين فولور، التراك التاني برضو ثلاثة هيشتركوا ونعمل كومبيتيشن ونشترك فيها في اليوجي ار اف ان شاء الله. التراك الاولاني لاين فولور، التراك التاني هيبقى فاير فايتنج، والتراك التالت هيبقى ميز رانر. عايزين نكون بدءا من النهاردة إن شاء الله جروب من 3،
هتحددوا هل انتوا هتشتغلوا في ريسيرش بيبر ولا هتشتغلوا في البروجكت دوت الهاردوير كومبيتيشن. طبعا هو الهاردوير انا هعمل لكم ان شاء الله بعد الميد ترمات سيشن اون كامبوس في الثلاث تراكات دول، هوريكم ازاي نجمع الكومبوننت عشان نعمل الروبوت بتاع الثلاثه دول، وبرده في فيديوهات موجوده على الشانل عشان تبين طبيعه الكومبيتيشن. الكومبيتيشن دي اللي هيشترك فيها هياخد 25 درجه يا شباب لو قدر ان هو يخلص التاسك بتاعته حتى النهايه، 25 من 20 ففي 5 درجات بونص. والريسيرش طبعا هيتقيم اوت اوف 20. تمام، طبعا واضح ان الكومبيتيشن اضمن، لان انت وانس ان انت اشتركت في الكومبيتيشن وقدرت تنفذ الميشن مش لازم تطلع من الاوائل ولا حاجه، خدت 25 درجه، انما الريسيرش بيبر لسه هتقيم اوت اوف 20. شكرا جزيلا، تحياتي وتمنياتي بدوام الصحه والعافيه، اشوفك.